نروح للسياسة نروح وربما نعود للسياسة مرة أخرى للرياضة. طيب، للرياضة. اوكي. السياسة في أمريكا، كامالا هاريس ودونالد ترامب وصراع انتخابي وسباق انتخابي حامي الوطيس. عندنا الست كامالا هاريس والأستاذ دونالد ترامب، من يفوز في سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية المحموم؟ طيب، قبل بقى ما نشوف، هو الانتخابات هتكون يوم 5 5 نوفمبر، نوفمبر. بس قبل 5 نوفمبر في حدث فلكي مهم جدا يوم 3 نوفمبر، والحقيقة ان الحدث الفلكي ده هو اللي قلقني، لانه هيكون في مواجهة ما بين كوكبين تقال، كوكب المريخ، المريخ ده كوكب الحرب، بيواجه بلوتو، وبلوتو ده يعني يقال عليه انه كوكب الدمار او كوكب الغنى، احيانا يبقى كوكب الدمار واحيانا يبقى كوكب الغنى. على المهم، اساس ايه؟ طيب، وبلوتو ده اعرف ازاي انه لو قلت لي في مواجهتك اعرف ازاي هي حلوه ولا لا؟ حسب وضعه الفلكي، هل في وضع سلبي ولا في وضع ايجابي؟ لو في وضع ايجابي ممكن يجيب فلوس، لو في وضع نفسي سلبي بلوتو يجي في وضع ايجابي. ان شاء الله ان عايزين شاء الله بلوتو في وضع يجي. ايجابي. مشكلة بلوتو انه بيقعد 20 سنة في البرج، هو بيقعد من 15 ل 20 سنة، فيعني عمر في حاله يعني. ربنا يستر. فالمهم، وده في حدث فلكي مهم جدا يعني هيحصل هيحصل حاجة مهمة في أمريكا قبل يوم 9. الانتخابات؟ يعني انا المواجهة دي يوم 3 نوفمبر دي، انا اشوف انه هيحصل منها صراع جامد، قوة وعنف، صراع قوة وعنف جوه أمريكا في يوم 3 أمريكا يوم نوفمبر قبل الانتخابات قبل بيومين. ال طيب، ف هيحصل إيه في الانتخابات؟ لكن اللي أنا عايزة أقوله إنه المواجهة دي ممكن تكون مش أحسن حاجة بالنسبة لهاريس، يعني كامالا هاريس ده في وضع معاكس معاها، رغم إن أنا كنت شايفة إن هي معاها حظ كبير، لكن برضو لما نرجع للأرقام إن ألاقي إنه ترامب رقم واحد، يعني أنا حتى قايلة ده من أول السنة، أو ما كنت معاكي في أي آخر السنة اللي فاتت، قلت إنه ترامب عنده فرص كويسة في الانتخابات لأن رقمه رقم واحد، فهو عنده مرحلة جديدة بيبدأ فيها تقدم ونجاح، فاللي أنا شايفاه إنه ترامب اللي يفوز. رقمه يفوز، زائد إنه يوم 5 نوفمبر القمر في وضع، هيدخل في وضع معاكس مع كامالا هاريس. اليوم ممكن يبدأ معاها كويس في الانتخابات، يبدأ تاخد أصوات أعلى، بس فجأة ممكن الأصوات تلاقيها بتروح أكتر. ده يوم 5 نوفمبر، أنا بعمل وصف اليوم 5 نوفمبر، إنه الانتخابات في الأول ممكن تكون بتدي مؤشر إن هي أصواتها عالية، بس بعد كده القمر بيسيبها وبيروح يعني يدعم إذا ترامب ترامب. يفوز في الانتخابات ف الأمريكية. يعني بصي، هو طبعا انا قعدت ادرس في القصه كتير لانه الموضوع محير جدا، الاثنين يعتبروا عندهم حاجات ايجابيه وحاجات سلبية. سلبيه، لكن الرقم حاسم ترامب. انه ترامب طيب، ممكن يكون هو